بعد اذنك بعد اذنك بعد لعب البطوله بس ليه يعني مش اصيب رجع كمل كمل ايه البطوله ما كملهاش شناوي ما كملهاش رجع كمل ما كملش هل تتفق انهم خافوا من جمهور الاهلي عشان كده اتعاملوا مع الشناوي كده طبعا 100% هو بص هو هو هتقول لك ايه انت هتقعدوا خايفين من جمهور الاهلي صلاح في مصر صلاح في مصر ملهوش ظهير ايوه صلاح محمد صلاح ملهوش ظهير ايوه في مصر ملهوش ظهير طبعا ايقونه 100 مليون اهدر دمه على السوشيال ميديا يا عم انت اهدر دمه انت اهدر دمه بتتكلم على 1000 2000 3 من 100 مليون انت بتهزر يا عبد الناصر 100 مليون دلوقتي غيروا رايهم لما عرفوا ان في اعلام كاذب وناس مضللة على اليوتيوب والفيسبوك الانبياء كان في ناس بيهاجموهم وبيتقدوهم يا باشا مش هيهاجموا الناس مش عيب انك تهاجمني لما اكون غلطه يا سيدي ماشي لكن لو انا مش غلطان بتهاجمني واحد ليه؟ يكون ظهير و100 مليون ما اقفش قدام اعتذر 10 ولا 20 ولا مليون حتى لكن لما يكونوا مؤثرين لازم نقول انهم اخطاوا ما في 90 مليون مؤثرين برضه يا باشا الوزير الدكتور اشرف صبحي تحدث الدوله واهتمامها بصلاح يعني هذا الكلام من الوزير خليني اقول لكم ماذا قال الوزير للكابتن احمد شوبير انا كنت حاسس انه هيعمل كده يا سبحان الله جبت كل الفيديوهات والله العظيم كان عندي احساس انه مرقد لنا في الدره يا والله عم. هو انت زعلان ان انا بدافع عن مهنتنا مين انت زعلان بدافع عن المحق الله يعني لو دكتور غلط وحط مش عارف بطني بتاع كل الدكاتره فاشله انا ضد المهنه يا استاذ علاء انت ايه ضد المهنه لا مش ضد المهنه طبعا ضد المضللين اللي في المهنه ضد المهنه ايوه ازاي يعني غير على مهنتك هو انت لما دكتور يغلط ويموت واحد هنهاجم الدكتور كل الدكاتره في لا هتهاجم الدكتور لا يا حبيبي بص عشان تعرف ان الوزير متفق معانا قال الجزئيه بتاعتك وفي نفس الوقت قال هي اللي سمحت للقيل والقال ولكن كان هناك مبالغه عشان تطلب اقول لكم والله العظيم قبل ما نسمع الوزير المساعدين بتوع اللي ماسكين السوشيال يا كابتن اركب على موضوع الهجوم على صلاح قلت له يا ابني ولما انزل القبر مين هيحاسبني والله قالوا لي كده لا تظلمك كتير ما تقلقش مش معلش محترم يا عبد الناصر جدع محترم انت مستكتر تقول لي برافو على الانفراد انا الوحيد في العالم اللي قلت انه مش هيلعب والإصابة كبيرة بعد غنب ساعة لا رمى عباس كان عارف قول ما انت حاقد كده والله ربنا ما هيكرمك رمى عباس كان عارف يا باشا ورينا الوزير علي يا فندم اتفضل في مشكلة نقوم الدنيا في خطأ من اتحاد الكرة بسيط في خطأ من اتحاد الكرة بسيط في موضوع الكابتن محمد صلاح هو مسؤول ان هو لما تحصل حاجة يقول بسرعة للمصريين لان كل الناس ده منتخب مصر للكره يقول حصل كذا والحقيقه كذا وان هو علشان يعني ان شاء الله ربنا يوفق انا بتخيل كده ان ربنا يوفق الامكانيات موجوده والدكتور على اعلى مستوى لكن تقصير المده نظر الامكانيات ممكن نسمح بسفره ويرجع تاني والحاله هنا تختلف عن حاله مثلا الشقيقه المغرب لان كان بدايه المعسكر ولسه ما راحوش وخلافه يعني فده لازم يبقى المصارحه السريعه ده حصل في الشناوي صحيح تدرج للموقف ليه لان انت لما مفيش سر الرياضه طبعا لا يوجد بها سر والشفافيه مطلوبه علشان كده انت يمكن تناقشتوا مع ليفربول واتكلمتوا انتوا قفلتوا هم صرحوا فاحرجكوا فلازم تقولوا بسرعه الكلام ده انا مش ضد انا بتكلم الشفافيه مطلوبه ده صحيح ده دوركم دورنا الحكومي ان احنا نقوم ونقيم يعني الوزير ده مش دفاع عن الوزير والوزاره ولا الوزير والوزاره هيروح يلعب لكن نراقب ونقوم ونطور وننظر للمستقبل عشان كده في الشناوي هم عملوا الموضوع بشكل سليم صحيح. ولا يقدر حق الدكتور ابو العلا راجل محترف وراجل يعني جداً. احنا لما جداً. حصل في الكورونا وفريق الناشئين بعتناه مخصوص لتونس ولم الدنيا يعني. حصل. فلما اجي اقول هنا في الشناوي اعلنوا بشكل سريع ان في خلع في الكتف انا وانا مع حضرتك عرفنا من اعلانهم انا ما كنتش عارف تواصلنا معاهم وايه الموضوع وان ده هياخد وقت قد كده ويطلع بعد كده الجهاز الفني يقول والله احنا عندنا البدائل 1 2 3 الوزير يعني احنا يا جماعه نتسق مع رؤيه الدوله الدوله دي ما بتاكلش ولادها محمد صلاح مؤسسه تمشي على الارض احنا اللي مش مصدقين العالم كله اتقلب يا علاء بيه بعد عشان الاصابه بعد اذنك محمد صلاح اكبر قوه نعمل مصر طبعا فلازم نحترم ده طبعا ولازم نقيد ده مش نقعد نهاجمه ونتربص بيه حد يقدر ينكر حقيقه زي كده طب ايه ليه التربص طيب؟ تربص بمين؟ ليه التربص بمحمد صلاح؟ والله العظيم انتوا فاهمين كلامي بس عايزين تاخدوه في سكه ثانيه خالص يا علاء اقسم بالله العظيم انتوا الاثنين فاهمين بس عشان انتوا مغرضين
عايزين تاخدوني في سكه ثانيه خالص. احنا المغرضين والله العظيم انتوا اتنين مغرضين. يا راجل صح لا هناك بعض بلاش كله يا سيدي قلت يا سيدي المتربصين قلت الله لله يا سيدي قلت في بعض المغرضين لكن ما ينفعش واحد وكيل لاعبين يبقى صامت وحاطط يعني مش عايز اقول حاطط ايه ومحمد صلاح بيتهان وكل نجوم العالم نجوم انجلترا بيهاجموه ما يطلعش يا عم حصل بيتكلم في كل والله ما اتكلم اقسم بالله العظيم ما اتكلم والله العظيم ما اتكلم طيب. محمد صلاح يعني. طيب ماشي عمنا المحترم علام كشك من السعوديه قال لي طب قول للاستاذ علاء عزك ردك ايه على صلاح. والله اشكرك دي قصف جبهه. اذا كنت صعبان عليك كلام رامي عباس صلاح تحدث عم علام كشك بيقول لي من السعودية كلام صلاح كان أكثر حدة للي عنده إحساس. طلع لنا صلاح احنا قلناها امبارح حتى تاني عشان عم علام كشك. بص قال لك بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وأعمل كل حاجة ممكنة عشان أكون جاهز في أقرب وقت الله. وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه. حاولوا أكتر من البداية اهو انا مبسوط بحاوله اكتر. بص من البداية برضو بحبها وبحب ناسها. ليه تحفظ طبعا حاوله اكتر للتحفظ على ده على كلمة حاوله اكتر كان رائع جدا الله. تويتة لا. رائعة جدا وممتازة جدا لحد كلمة حاولوا اكتر. فاطمين يا سيدي فاطمين يا سيدي خلاص هو محمد صلاح ده يا عم ده نجم عالمي. يعني ايه فاطمين يعني اذا يا عم ده واحد عقلية مختلفة عقلية نجاحها نجح نجاحه لانه عقليه مختلفه عقليه مش لاعب محلي لعيب عالمي لعيب يقدر عارف ان منتخب مصر دلوقتي داخل في مرحله مهمه داخلين على اهم مرحله في البطوله تمام. كان يجب الصمت الصمت لحد ولكل ايه والاعلام ما كان يا عم الاعلام اتقفلنا الموضوع قفلنا الموضوع والله العظيم لولا تويت رامي عباس دي خلاص احنا قلنا يا انت يا عمرو يا عمرو تعترض على كلام صلاح يا عم هو نبي ولا القران يا عم انت ما تكفرناش بقى يدمر يا سيدي يو يدمر يا عم ثانية واحدة بس هو لما انا هو انا اعتزاله ثانية واحدة علاء لما انا لما صلاح لما صلاح يتهاجم بالشراسة دي ويصل الموضوع ان الاعلام في انجلترا هو اللي يدافع عنه والاعلام في مصر يهاجمه لما يصل برضو لحد الاعلام برضه ولما يطلع برضه كل الاعلام في مصر برضه كل الاعلام في ولد المجموعه اللي هجمته انا مش بقول كل الاعلام خلاص قول مجموعه والله قول مجموعه والله العظيم يا علاء لا لا انتوا الغربه انت والله العظيم يا سيدي ما ينفعش الراجل بيقول حاولوا اكتر انت في شاب محترم وانت ليه فهمتها حاول اكتر يعني هجموني اكتر في شاب حاول اكتر يعني ممكن اعمل محاولات في شاب محترم انت ليه ضميركم كده لا 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 ضميركم يا استاذ عطيه في شاب محترم اسمه احمد في شاب محترم اسمه احمد حشيش عامل حاجه لصلاح بالانجلش للعالم اللي فيها عمرو اديب بيتكلم والناس بتتكلم يا ترى جاهزه معانا. طيب والله العظيم انا بحيي فريق الاعداد عمل حاجه اول امبارح انا اعيد عرضها النهارده يمكن على عزت يحس حاولوا اكتر انتوا عايزين حاولوا اكتر اقسم بالله العظيم انتوا عايزين تاخدوا عايزين تخلوا القضيه دي اهم من منتخب مصر وده غلط لا اهم ما فيش حاجه فوق مصر يا عم لا 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 بص الله. مصر جزمتها فوق دماغنا كلنا ما انت ايه ما انت غير تحطنا لا اللي بيتعامل في صلاح تدمير لكل مصر الموضوع ده مش في كفه ومصر في كفه مصر يا عم الازمه هتعدي والله العظيم يا باشا مصر مالهاش علاقه محمد صلاح ويقود مصر لكاس العالم ونروح نلعب في كاس العالم طب لو ويبقى زي الفل زي الفل انت تحاول اكتر يا سيدي انا كنت بلتزم منه الصمت لحد منتخب مصر ما يخلص طب ما صمت في المؤتمر الصحفي وما رحمهوش وما اتكلمش ليه طب ما طلعش في المؤتمر الصحفي واتكلم مين لا مين؟ رفض لانه قال لن ارد على احد يا سيدي وراح يرد من بره ما هو لما شاف يا بص يا اخي احنا بنقول لك ان محمد صلاح اهم ميزه فيه غير موهبته انه عقليه مختلفه والعقليه المختلفه تتعامل مع الازمات بشكل مختلف العقليه المختلفه تتهاجم براحتها طب انت معاك ملهاش ظهير اعلامي فتتهاجم انت مع كلام رباب اخت محمد صلاح ولا ضده؟ لا معاها طبعا طب لا 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 عشان دي اخت لا عشان دي اخت بص دي واحده بتدافع عن اخوها طبيعي جدا تدافع عن اخوها ومن حقها تدافع عن اخوها طب لما لكن انت معاها ما هي نفس المعنى اللي انا بقوله انا وعمرو يا سيدي دي اخته دي زي دي يعني اخته من حقها الدفع اخته دي اخته دي محمد صلاح عنده اكتر من 50 مليون اخت في مصر محمد صلاح عنده 50 مليون اخ في مصر
محمد صلاح عنده 50 مليون اب في مصر، عنده محمد صلاح في 100 مليون بيحبوه. يا اخواننا افهموا دي كويس، لكن في توقيت. انا لما اخته تطلع تتكلم من حقها، والده يطلع يتكلم من حقه، عمه يطلع يتكلم من حقه، لكن انا بقول محمد صلاح العقليه المختلفه، العقليه الاحترافيه العظيمه دي، لما يشوف منتخب بلده بشر انسان يا سيدي خلاص، يبقى هو والوكيل بتاعه في توقيت واحد ازاي يعني؟ ليه هم الاثنين مع بعض؟ يعني انت عايز تطلعه انه مش بشر ومش انسان ومش من حقه يزعل، ولا مش من حقه يرد على الناس، من حق الناس تهاجمه بس هو مش من حقه يرد على الناس. انت عايزه كده، عايزه يبقى محمد صلاح ما يردش. ميسي لما ميسي قبل كاس، قبل ما يكسب كوبا امريكا وتعامل مناديل حمامات، صوره ميسي تعاملت مناديل حمامات عادي في الارجنتين. رد ايوه رد، انت تعبان. رد طبعا انت تعبان، ماشي يا عم تشكر. ورد في الملعب كان السكات بتاع المطاعم، كان عليه صوره ميسي، محمد صلاح كان ميسي كان بيداس بالجزم في المطاعم، والراجل عقليه عادي. اي لاعب في العالم منتخب بلاده، منتخب بلاده، انت برضو بتطلع الموضوع عن مضمونه، دي حاجه ودي حاجه. موضوع ميسي ده موضوع مختلف تماما. والنبي ارنا اخت صلاح بس عشان يمكن الاستاذ علاء اللي موافق يحس. يمكن قلبك يرق. اتفضل يا حبيبي. طب انا هقرا لك يمكن قلبك يرق. لا قلبي رق لوحده. اتفضل بس اتفضل. رباب صلاح في لقطه حلوه قوي في الماتش لما كان الفار بيراجع الهدف الثاني لمصطفى محمد، وشفت صلاح وهو ماسك الموبايل بيراجع الهدف وبيتاكد من لمسه يد ولا لا، والآن وبيراجعها مرة واثنين على الموبايل. تمام. وكان بيحاول يطمن اللي حواليه انه لا ما تقلقوش، مش هيتلغي، مش لمسة يعني. اولا محمد مش من النوع اللي طول ما هو يا سلام على الوصف ده والنبي على مهلكه. تاني كان هنحط في الوصف الانساني لبني ادم عنده لحم ودم. اولا محمد مش من النوع اللي طول ما هو قاعد ماسك موبايله، ولا لما بيبقى قاعد وفي ايده الموبايل ده معناها انه كان مجهز نفسه انه ممكن يحتاج يراجع حاجة في الماتش. كمان انه يطمن اللي حواليه، ده معناه انه قائد ومسؤول، وهو ده محمد اللي نعرفه انه مصدر اطمئنان للي حواليه. وشفت في اللقطة دي حد قادر يتحمل المسؤولية بجد. طبعا. السؤال بقى مين الشخص اللي بيجلدوا فيه بقى لهم يومين؟ وانا شخص هي قالت بقى بتتكلم على اخوها اللي بيجلدوا فيه، هتقول مين الشخص ده اللي انتوا بتجلدوه؟ وراح كتب الثانيه دي ملامح واحد بيمثل الاصابه ومش فارق معاه منتخب مصر. يا عيني شوف بص يا ابو نصر، ساعه لحظه احتساب الهدف ده طلعوا ان ما ينفعش قائد يا راجل، ده الناس اتكلمت ان محمد صلاح ما ينفعش. مفيش واحد على كوكب الارض ده فرح باحتساب الهدف ده قد محمد صلاح وتعبيراته وفعلاته. نفسك براقب نفسك يا والمصحف الشريف، انت عايزنا تاخدنا في سكه ثانيه خالص. ايه سكه ثانيه اللي هو عايز تاخدنا في سكه ان انا ضد محمد صلاح؟ انا ضد التناول الاعلامي، التناول الاعلامي، لان الاعلام كان ضحيه لتصريحات دكتور للاسف الشديد يعتذر، ضحيه يعتذر، ايه الغلطان يعتذر بالظبط. انا معاك في كده، معاك في كده يعتذر، بس انا بقول لك كل الازمه دي صناعتها وده تحفظ الاول. تحفظ الاول ان الاعلام المصري غرر بيه لانه ما كان الاعلام المصري غايب عن البطوله، واحنا قلناها من قبل البطوله. تمام صح. الاعلام المصري كان ضحيه تصريحات غير مسؤوله من طبيب المنتخب في توقيت مش مناسب، ان احنا بنتكلم على شد عضلي وهيغيب مباراتين زي ما هو قال بعربة لسانه، ولما عرفنا خبر انه مسافر عشان شد عضلي طبيعي كلنا يعني ايه لاعب يجيله شد عضلي يرجع ناديه يتعالج؟ يعني شد عضلي ده معروف في كل الانديه. طب وليه ما فكرتش ان الموضوع يبقى اكبر من شد عضلي؟ وانا انا يعني لان أنا مش معقوله هفترض. مش معقوله أنا هفترض بعد هيسافر يعني بعد تشخيص دكتور، لكن في سوء يعني لما دكتور يشخص ازاي يسافر يعني ثواني يعني انا بروح لدكتور افتح على صلاح لما يجي الدكتور يعالجني ويقول لي كذا 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 كذا، هاجي انا افترض بعد الدكتور ما يقول. الطب ما فيهوش افتراض يا عمرو، ما فيش بعد كلام الدكتور حاجه تانية. لما الدكتور يقول لي انت عندك كذا انتهت القصه، ولا فيها جدال. لا طب انا عايز اسالك سؤال، ما تكلمش غير رامي. جبنا لك اخت محمد وجبنا لك محمد يا عم، انا بتكلم على المسؤولين، دليل على ان الحمله كانت مش طبيعيه. ومين قالك الحمله؟ طب انا عايز اسالك، هو ليه يورجن كلوب لما طلع وقال لك ان صلاح مش خاين، هو ليه بيتكلم يعني وصل وصل يورجن قال صلاح مش خاين؟ امال ايه؟ وصل للراجل في بره. طب ما ترد عليا، حضرتك رد عليا اهو يا سيدي، عشان خاطر وصلت له
بعض الاعلاميين لا بعض لا. الاعلاميين حمله مدبره ضد يا سيدي صلاح. انا متفق معاك اقسم بالله العظيم من ده. يا عم على السوشيال ميديا في حمله يا. مدبره ضد صلاح. بصي بصي ده حصل. انا بس انا مش عايز بس ومشي وراها بعض الاعلاميين طبعا ماشي في اعلاميين صح بس اخطاؤه لازم يعتذر. بص العالم دلوقتي بيقول لك يا استاذ علاء كان قدامنا دقيقتين في ملف صلاح عندما اعلن كلوب يورجن انه راحل لابد ان نذكركم 332 مباراة لعبها فخر العرب ومصر محمد صلاح مع يورجن احرز 204 هدف صنع 88 اسيست حقق 7 القاب صباح الفل. بص هتقوم القيامة ومصر مش هتجيب غير محمد صلاح يعني لحد ما القيامة تقوم مفيش لعيب هيطلع زي محمد صلاح خلصنا يعني هو اسطورة اسطورة مصر يا ابني ده اسطوره عالميه اسطوره مصريه محمد صلاح واحد من افضل ثلاثه في العالم طبعاً. جاي نقيمه دلوقتي احنا مش هنقيم صلاح انا كل اعتراضي بس على التناول الازمه ما كانش توقيتها انا معترض على تويته رامي عباس لان ده واحد بيدور على عايزك رامي عباس اللي هو شغلته يحمي صلاح يا عم يحميه من ايه بس يحميه من ايه شغلته هو توقيته ده وظيفته منتخب مصر منتخب مصر بعد بكره هيلعب مباراه مصريه طب ما قلتش كده للاعلاميين ده توقيت تعملوا كده في صلاح خلاص انت يا عم اتقفلت الازمه اتقفلت يا عبد الناصر ما اتقفلتش اتقفلت اقسم بالله العظيم اتقفلت الازمه ولعت اللي اتكسف اللي اتكسف اتكسف اللي اتكسف اتكسف بص مع ظهور الحقيقه بتتقفل الازمه طيب. الازمه عرفنا ان محمد صلاح عنده ازمه اصابه كبيره وغايب خلاص انتهت القصه على كده ماشي نقطه من اول السطر الى ملف اخر مش هزود اكتر من كده والناس عرفت اين الحقيقه كانت حمله سوشيال ميديا مضلله ومغرضه وقادتها كتائب الكترونيه وراء ضحيتها مجموعه او نفر من الاعلاميين حاولوا والجماهير. ان يستجدوا ما انا بقولت الحمله يعني جماهير حاولوا يستجدوا اهل السوشيال ميديا فاضروا بنجمنا محمد صلاح محليا عربيا عالميا لا نمتلك الا ان نقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وان شاء الله المنتخب رايح لاكبر نقطه في البطوله يا راجل تتخيلوا في من اراد ان مصر تتغلب ومحمد صلاح بيلعب ومصر تفوز عشان محمد صلاح ما بيلعبش عشان يتقال ان من غير صلاح ممكن ده حقيقة. تفوز ده حقيقة أما المرض النفسي ده حقيقة حقد وسواد مش طبيعي ده حقيقة. ولكن سنظل داعمين لبلدنا في كوت ديفوار ولنا كلام لما يرجعوا في كل القصور ده ومحمد صلاح سيظل الايقونة التي نحلم ان تستمر في بلاد الفرنجة.